قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه مادة تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة الأسانيد. وهذه المادة تعد من أهم علوم السنة المشرفة، لأنها الطريقة الوحيدة التي يتوصل بها إلى معرفة صحيح السنة من ضعيفها. لا يوجد في الدنيا كلها طريقة إلا هذه الطريقة لكي يعني تحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. لابد من جمع طرق الحديث، ولا يتبين لك ضعف الحديث من صحة الحديث إلا بجمع الإيه؟ الطرق، إلا بجمع الطرق. فهذه المادة يعني ندرس فيها إن شاء الله طرق استخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مصادر السنة. كيف نستخرج هذا الحديث من مصادر السنة، من الكتب الستة ومن المسانيد والمعاجم والموطأ وغير ذلك من مصادر السنة التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة. يعني هذه المصادر، مصادر السنة، حوت كل الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الصحة أو الضعف. يعني لا يتصور أحد أن كل ما في جامع الترمذي أو في سنن النسائي أو في سنن ابن ماجه أو في سنن أبي داود أو في مسند الإمام أحمد، لا يتصور أحد أنه صحيح. يعني فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه شديد الضعف وفيه الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي نعرف صحة الحديث من ضعف الحديث، لكي نعرف المقبول من المردود، الثابت من المردود، لابد من إيه؟ جمع طرق هذا الحديث، لابد أن نجمع طرق هذا الحديث. وعلي بن المدين رحمه الله يقول: الحديث أو الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. متى يتبين الخطأ؟ عندما تجمع طرق الحديث، عندما تجمع طرق الحديث. فهذا العلم، علم طرق تخريج الحديث النبوي ودراسة الأسانيد، يعد من أهم علوم السنة المشرفة. وهذا العلم لا يتقنه ولا يحسنه إلا من أتقن ثلاثة علوم. يعني لكي تتقن هذا العلم لابد له من مقدمة، من توطئة، من تكأة، لابد له من إتقان ثلاثة علوم. العلم الأول هو علم الحديث، علم الحديث. ولله الحمد درست علم الحديث في السنة التمهيدية وفي السنة الأولى من المعهد، أليس كذلك؟ بلى. طيب، العلم الثاني هو علم الجرح والتعديل، علم الايه؟ الجرح والتعديل. وهذا خاص بالأسانيد والرواة الذين رووا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقبل حديث الراوي إلا إذا كان عدلا ضابطا. أما إذا لم يكن عدلا ولا ضابطا رددنا إيه؟ حديثهم. فعلم الجرح والتعديل يتوقف عليه أيضا قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رد. العلم الثالث علم مصادر السنة،
علم مصادر السنة، وأعني بها المصادر التي حوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، سواء أكانت هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة، لأن هذه المصادر حوت الإيه؟ الصحيح والضعيف والحسن وشديد الضعف والموضوع. يعني في مسند الإمام أحمد وهو من الأئمة النقاد أحاديث إيه؟ موضوعة، وفي سنن ابن ماجه. فهذه المصادر حوت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة هذه المصادر يعينك على تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثالا، هناك بعض المصادر التي فقدت، هناك بعض الايه المصادر التي فقدت ضاعت او لم تطبع الى الان، هناك مصادر من مصادر السنة فقدت او لم تطبع الى الان. يعني صحيح ابن خزيمة طبع منه ربع الكتاب والباقي ايه مفقود، فقد لا ندري عنه شيئا. هذا الكتاب كان موجودا في زمن من الأزمنة، ثم بعد ذلك إيه؟ فقد الكتاب، لعله فقد مثلا في حرب التتار أو في غير ذلك من الحروب، المخطوطة ضاعت ففقد الكتاب ولم يطبع منه إلا ربع الكتاب. هناك مصادر أخرى حوت هذا الكتاب، حوت إيه؟ هذا الكتاب، يعني نقلت هذا الكتاب في كتاب آخر. يعني الحافظ المزي رحمه الله نقل هذا الكتاب في كتاب من كتبه، يعني كان عنده هذا المخطوط قبل أن يفقد ونقله، وكتاب المزي ولله الحمد موجود ولم إيه يفقد. فالذي فقد هو الإيه الأصل، الذي فقد هو الأصل اللي هو صحيح ابن خزيمة، يعني جزء من صحيح ابن خزيمة فقد وضاع لا ندري عنه شيئا. الكتاب الذي نقل عنه شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى. طيب عندما يكون طالب العلم على معرفة أن المزي رحمه الله في تحفة الأشراف ذكر مثلا كتاب ككتاب صحيح ابن خزيمة أو كتاب ككتاب النسائي سنن النسائي الكبرى، عندما لم يجد الكتاب في صحيح ابن خزيمة ماذا يفعل؟ يذهب إلى تحفة الأشراف في المزي. كذلك مثلا الحافظ ابن حجر كان عنده صحيح ابن خزيمة، ولكن شاء الله أيضا أن يضيع هذا الكتاب ويبقى أو تبقى كتب الحافظ ابن حجر. فعندما يضيع الأصل ونعرف أن الحافظ ابن حجر ذكر هذه الأحاديث في كتاب له، نرجع إلى كتاب الإيه؟ الحافظ ابن حجر ونخرج منه الأحاديث. طيب إذا لم يكن عندك علم بهذه المعلومة، إذا لم تعلم أن المزي رحمه الله في تحفة الأشراف نقل لنا سنن النسائي الكبرى بكاملها في هذا الكتاب، لن تستطيع أن تخرج الإيه؟ الحديث. فالعلم بمصادر السنة هذا يعينك إن شاء الله على الوصول إلى الحديث بسهولة، إلى الإيه؟ الوصول إلى الحديث بسهولة. فإذن هناك ثلاثة علوم يقوم عليها هذا العلم اللي هو علم تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الأول هو علم الإيه؟ الحديث. العلم الثاني هو علم الجرح والتعديل، والعلم الثالث هو علم مصادر السنة، وأعني بها المصادر التي روت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. أهم حاجة هذا القيد، بالأسانيد. نعم. طيب إن شاء الله نبدأ الآن ندخل في الكتاب إن شاء الله. طيب ابدأ إن شاء الله إلى ما أن يأتي. تنتظر؟ ما إن شاء الله سيأتي في دراسة الأسانيد. وهذا العلم يا إخوة لابد من التطبيق العملي، يحتاج إلى التدريب والتطبيق العملي، لا تكفي فيه
الدراسة النظرية. شغلوا شغلوا. نعم. لا لا محتاجه برضو يعني جو. شغل. بس خليه يعني وسط كده. فهذا العلم يحتاج إلى التطبيق الإيه العملي، ويحتاج إلى الضربة، ويحتاج إلى الممارسة. يعني الدراسة النظرية لا تكفي في هذا العلم، لابد أن يعني تدرب نفسك على تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحتاج إلى الضربة والممارسة والتطبيق العملي. الدراسة النظرية ليست كافية شيخ محمود، ليست كافية في هذا العلم الشريف. لذلك نحرص إن شاء الله على تكوين مكتبة حديثية في هذا المكان. إن شاء الله نحرص إن شاء الله يعني أن ننقل مكتبة فجر الإسلام إلى هنا، مكتبة حديثية، حتى الذي ننتهي منه نظريا نطبقه إيه عمليا. وإذا عملت عمليا يعني كان هذا عونا لك على تثبيت هذه المعلومة في ذهنك. أما الدراسة النظرية يعني عندما نتكلم عن نصب الراية وعلى تلخيص الحبير وعلى كتب تحفة الأشراف وعلى مثل هذه الكتب، يعني الدراسة النظرية تكون غير كافية في إتقان هذه المادة. هذه المادة هي مادة عملية كالطب، يعني الطب النظري لوحده لا يكفي. يعني الإنسان إذا تخرج من كلية الطب وهو فقط يعني درس دراسة نظرية دون الدراسة العملية التي يدخل فيها إلى المعمل وكذا وكذا، فهذا يكون إيه يعني يكون قصورا في عمل هذا الطالب. فهذه المادة لابد لها من التطبيق العملي ومن التدريب والممارسة والضربة حتى تتقن إيه تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم المقدمة. المقدمة صاد 7 إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. هذه قراءة في كتاب أصول التخريج ودراسة الأساليب. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة، وتشتمل على أولا تعريف التخريج، ثانيا أهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه، ثالثا لمحة موجزة عن تاريخ التخريج، رابعا أشهر كتب التخريج التعريف ببعضها نبذة موجزة عن مؤلفيها. أولا تعريف التخريج، سأذكر تعريف التخريج كلها ثم أبين معاني التخريج عند المحدثين، ثم أذكر تعريف التخريج في الإصطلاح. ألف تعريف التخريج لغة. التخريج في أصل اللغة اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد. قال في القاموس: وعام فيه تخريج فسق وجد وأرض مفرجة كمنقشة نبتها في مكان دون مكان، وخرج اللوح تخريجا كتب بعضا وترك بعضا، ومن خرج لم نال من بياض وسواء. نعم. يبقى التخريج لغة مصدر الفعل الرباعي خرج. يبقى التخريج في اللغة مصدر الفعل الرباعي خرج. والتخريج في اللغة له عدة معان سيذكرها المؤلف رحمه الله، والذي يعنينا منها هو المعنى الاصطلاحي عند المحدثين. فلا نشغل أنفسنا بالمعاني اللغوية، ولكن سوف نهتم بالمعنى اللغوي الذي هو له علاقة بالمعنى الاصطلاح. يبقى هناك معنى واحد من هذه المعاني له علاقة وهو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين. نعم. ويطلق التخريج على عدة معاني أشهرها الاستنباط. قال في القاموس: والاستخراج والاختراج الاستنباط. التدريب. قال في القاموس: خرجه في الأدب كتخرج وهو خريج كعنين بمعنى مفهوم أي مخرج. التوجيه. تقول: خرج المسألة وجهها أي بين لها وجهه. والمخرج موضع الخروج. يقال: خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجه. قلت: ومنه قول المحدثين: هذا حديث عرف مخرجه أي موضع خروجه، وهو رواة إسناده الذين خرج الحديث من طريقه.
والخروج نقيض الدخول، وقد أخرجه وخرج به فيكون الإخراج معناه الإبراج والإظهار، ومنه قوله تعالى كزرع أخرج شطأ. وهذا المعنى الأخير اللي هو معنى الإبراز والظهور هو ألصق المعاني بالمعنى عند المحدثين، بالمعنى الأخير اللي هو معنى الإظهار والإبراز، هذا المعنى في اللغة هو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، يعني تخريج له في اللغة عدة معان. والذي يعنينا من هذه المعاني والذي يهمنا هو المعنى الأخير، وهو الإظهار والإبراز والانفصال، وهذا المعنى هو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المعنى الأخير معنى الإظهار والإبراز والانفصال. نعم. قلت ومنه قول المحدثين عن الحديث أخرجه البخاري، أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه، وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم. نعم. يبقى هذا المعنى هو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي. عندما تقول هذا الحديث أخرجه البخاري معناه إيه؟ أبرزه وأظهره بذكر إيه؟ إسناده ومتنه. عندما يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أظهر لك الحديث وأبرزه بذكر إيه؟ إسناده ومتنه. فهذا معنى أخرجه البخاري، يعني أبرزه للناس بذكر الإسناد والمتن. فالمعنى الأخير للمعاني التخريج في اللغة هو ألصق المعاني بالمعنى للصلاح إن شاء الله. نعم. وكذلك قولهم خرجه البخاري بمعنى أخرجه، أي ذكر مخرجه، فهذا أصل اشتقاق المحدثين لكلمة التخريج، أي إظهار مخرج الحديث، أي موضع خروجه، وذلك بذكر رواة إسناده، والله أعلم. نعم. هذا التخريج في اللغة له عدة معان. المعنى الأخير هو معنى الإظهار والإبراز، هذا هو المعنى ألصق المعاني بالمعنى للصلاح عند المحدثين الذي سيذكره المؤلف إن شاء الله في الاصطلاح. نعم. التخريج عند المحدثين، يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معاني، أولها فيطلق على أنه مرادف للإخراج، أي إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه، أي رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقه، فيقولون مثلا هذا حديث أخرجه البخاري أو خرجه البخاري، أي رواه وذكر مخرجه استقلالا. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها. فالمراد بقوله تخريجه أي إخراجه وروايته للناس في كتابه. نعم. هذا هو المعنى الأول عند المحدثين، معنى التخريج عند المحدثين وله معان كثيرة. المعنى الأول معناه رواية الحديث، هذا المعنى الأول عند المحدثين. يبقى معنى التخريج رواية الحديث، فتكتب مثلا رواية الحديث، يبقى المعنى الأول هو رواية الحديث، يعني هذا تلخيص لما يريد أن يقوله المؤلف. يبقى التخريج والإخراج يطلق ويراد به إيه؟ رواية الحديث، هذا المعنى الأول. ومنه قولهم أخرجه البخاري، ما معنى أخرجه البخاري؟ يعني رواه، وخرجه البخاري كذلك بمعنى رواه. يبقى هذا هو المعنى الأول لمعنى التخريج عند المحدثين بمعنى رواية الحديث. فعندما تقول أخرجه البخاري بمعنى رواه البخاري، وكذلك خرجه البخاري بمعنى رواه البخاري. طيب من العلماء يكثر من قوله خرجه البخاري في كتبه؟ لا، هو ابن بس مش ابن حجر، لا يعني من العلماء المتقدمين، ابن رجب الحنبلي رحمه الله كثيرا ما يقول خرجه البخاري، خرجه البخاري، خرجه مسلم، خرجه النسائي. ما معنى خرجه النسائي؟ بمعنى ايه؟ رواه. يبقى المعنى الأول للتخريج عند المحدثين بمعنى رواية الحديث.
هذا هو المعنى الأول. فعندما يقول الحافظ ابن حجر مثلا في كتبه هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم يعني رواياه، هذا الحديث خرجه مسلم يعني إيه؟ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده المتصل، هذا هو المعنى الأول عند المحدثين. نعم هذا طبعا باختصار يعني حتى لا نشوش عليكم يعني حتى ندخل في صلب الكتاب. يبقى المهم عندما تقرأ تلخص الكتاب، يعني يبقى المعنى الأول رواية الحديث. نأتي للمعنى الثاني. ثانيا ويطلق على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها. قال السخاوي في فتح المغيث: والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخة والكتب ونحوها. يعني المشيخة تقول يا فلان أنت مشيخة، يعني جمع إيه؟ مشيخات. يعني المشيخة هذا نوع من الكتب، العالم يؤلف الكتاب على أسماء مشايخه، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي ويصنف كتابا في أسماء شيوخه الذين رووا عنه عنهم، فيأتي فيؤلف كتابا ويرتب هؤلاء المشايخ على حروف الإيه؟ المعجم، الألف الباء التاء الساء وهكذا، فيسمى هذا الكتاب إيه؟ مشيخة الحافظ ابن حجر، يعني شيوخ الحافظ ابن حجر. فإذا رتب هذا الكتاب على حروف المعجم سماه معجم شيوخ الحافظ ابن حجر، هذا نوع من أنواع الإيه؟ التأليف عند المتقدمين، يقول هذا كتاب مشيخة فلان، مشيخة ابن حجر أو مشيخة الذهبي، يعني المشايخ الذين رووا عنهم إيه؟ الذهبي. فهو ألف كتابا في مشايخه الذين يعني روى هو عنهم ورتبهم على حروف الايه المعجم، الحرف الألف مثلا يأتي بالمشايخ الذين يبدأون بحرف الألف ثم الباء ثم التاء وكذا، ويسمي هذا الكتاب ايه مشيخة. واضح يا إخوة؟ هذه كتب الايه المشيخات. نعم لا إذا هو يعني هو إذا أطلق عليها مشيخة أراد هذا المعنى، وقد يسميها معجمة يعني الأمر واسع، ولكن إذا أطلق عليها كلمة مشيخة يبقى يقصد إيه مشايخه. والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وصياغتها من رويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والتواريخ. وعلى هذا يحمل كلام الذهبي في تذكرة الحفاظ بترجمة أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار، الحافظ الثقة أبو الحسن البصري الصفار مصنف السنن، الذي يؤثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سنن. نعم هذا هو المعنى الثاني من معنى الإيه؟ التخريج يا أخو. بالمعنى الأول معنى إيه؟ رواية الحديث. واضح المعنى الأول؟ المعنى الثاني بمعنى الاستخراج، بمعنى الاستخراج. هل تعرفون كتاب الأذكار للنووي؟ من يعرفه؟ طيب هل في إسناد أم لا؟ في إسناد؟ لا حدثنا ما بيقولش حدثنا أروينا. نعم يبقى كتاب الأذكار ليس فيه إيه؟ إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ يعني يقول مثلا روى ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة بدون إيه ذكر الأسانيد. واضح؟ فكتاب الأذكار لمن؟ للنووي رحمه الله. أتى الحافظ ابن حجر فألف كتابا على كتاب الأذكار للنووي سماه إيه؟ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. ما معنى تخريج أحاديث الأذكار؟ نعم استخراج أسانيد الأحاديث بمعنى أيضا، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله روى هذه الأحاديث بأسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحافظ في القرن الكام؟ في القرن التاسع الهجري، روى هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الثاني من معاني الايه التخريج، ان يعمد العالم الى كتاب من كتب السنه فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه، فيخرج ايه
أحاديثه بأسانيد لنفسه. فالحافظ ابن حجر روى هذه الأحاديث بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيه؟ تخريجا عند المحدثين. تاني، المعنى الثاني من معاني التخريج هو الاستخراج، والاستخراج المفترض أنكم درستموه في علم الحديث. الاستخراج ما معناه؟ الآن كتاب الأثقال للنووي ليس له إسناد، أليس كذلك؟ يعني هو يقول مثلا في الأذكار قال أو روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بدون أن يذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الحافظ ابن حجر فروى هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه هو، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروى هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه هو، فهذا يسمى تخريجا عند المحدثين. لذلك سمى كتابه إيه؟ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. ما معنى تخريج هنا؟ أي أنه روى هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه، بأسانيد لنفسه، هذا معنى التخريج عند المحدثين. واضح يا إخوة؟ لا، قد يكون على كتاب له إيه؟ أسانيد. يبقى الاستخراج إما أن يكون على كتاب له أسانيد أو كتاب ليس له أسانيد. طب إذا كان على كتاب له أسانيد فما الحكمة من الاستخراج؟ نعم، هو يعني الغرض الأساس هو إبقاء فضيلة الإسناد. يعني الآن عندما تقرأ القرآن تأخذ إجازة في القرآن، هذا السند هل يؤثر في تواتر القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤثر، ولكن الفضيلة منه إيه؟ إبقاء فضيلة الإسناد، إبقاء فضيلة الإسناد. فالمعنى الثاني من معاني الاستخراج هو أن يعمد العالم إلى حديث فيرويه بأسانيد لنفسه، فيرويه بأسانيد إيه؟ لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. واضح يا إخوة؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله روى أحاديث الأذكار بأسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ طب اللي مش واضح يرفع ايده. لا، يدخل ايضا في الاستخراج، يدخل ايضا في الاستخراج، هو يعني وصل هذه المعلقات. يعني المعلقات الامام البخاري رحمه الله يذكرها بدون ايه؟ إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مثلا قال ابن عباس كذا بدون إسناد، فأتى الحافظ ابن حجر في كتاب تغليق التعليق ووصل هذه المعلقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى العالم بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ليس له إسناد، فهذا يسمى عند المحدثين إيه؟ استخراجا أو تخريجا. يبقى هذا المعنى الثاني من معاني التخريج. واضح يا إخوة؟ نعم. ثالثا، ويطلق على معنى الدلالة. يعني مثلا كلام الذهبي يقول إيه في ترجمة أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار: الحافظ الثقة أبو الحسن البصري الصفار مصنف السنن. يعني إيه مصنف السنن؟ يعني له كتاب ألفه فيه السنن. الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه. ما معنى التخريج هنا؟ هل هنا معناها رواية الحديث؟ لا. ما معنى التخريج؟ ما معنى التخريج هنا يا إخوة؟ الذي يكسر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه. أحسنت، إنه هو يروي هذا الكتاب ولكن بإسناد البيهقي نفسه، يقول حدثنا فلان عن فلان، والبيهقي يكون متأخرا عن هذا العالم. يعني هذا العالم مثلا في القرن الثالث والبيهقي في القرن الكام؟ الخامس. فيأتي البيهقي رحمه الله فيروي هذا الكتاب بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المتن الذي حدث به الصفار هذا، ولكن يروي هذا الكتاب بإسناده هو الذي سمعه من شيوخه.
حتى يلتقي بالصحابي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التخريج. هذا الغالب، هذا الغالب، هذا الغالب. يكون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي داود. من أبو داود؟ صاحب إيه؟ السنن. فهذا الحديث تجده في سنن إيه؟ أبي داود. ولكن البيهقي رحمه الله روى هذا الحديث بإسنادي هو. هذا يسمى تخريجا عند الإيه؟ المحدثين. هذا يسمى إيه؟ تخريجا عند المحدثين. يبقى الآن أنت عندك كتاب، فكتاب الأثقال للنووي، قلت والله أنا هروي هذه الأحاديث بأسانيده أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث تذكر له إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى إيه؟ تخريجا أو استخراجا عند المحدثين. واضح يا إخوة؟ يطلق على معنى الدلالة، أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية. هذا المعنى الثالث الذي هو اشتهر عند المتأخرين، الذي استقر عليه العمل الآن. ده المعنى الثالث. يبقى هذا المعنى الأخير هو المعنى الذي استقر عليه العمل اليوم عند المتأخرين. معنى التخريج يعني الدلالة على موضع الأحاديث في المصادر التي أخرجته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول مثلا هذا الحديث رواه فلان وفلان 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 وفلان، وتعدد الكتب التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو المعنى الذي استقر عليه العمل الآن، الدلالة على مصادر الحديث الأصلية. فتقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة والمستدرك. فهذه الدلالة على مواضع الأحاديث في مصادر السنة يسمى إيه؟ تخريجا عند المحدثين. وهذا هو المعنى الذي استقر عليه العمل الآن. تقول فلان خرج هذا الكتاب. ما معنى خرج هذا الكتاب؟ يعني ذكر يعني أو عزى هذه الأحاديث إلى كتب السنة التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تقرأ حديثا لا تعرف من أخرجه من العلماء، فيأتي الطالب فيخرج هذه الأحاديث. ما معنى يخرج هذه الأحاديث؟ يعني يعزوها إلى مصادر السنة التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطرق التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. كيف تستخرج هذا الأحاديث من كتب السنة؟ كيف تعرف أن أو كيف عرفت أن هذا الحديث موجود في المستدرك للحاكم أو في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة؟ هذا يسمى تخريجا عند المحدثين. نعم. أرجو أخوة اللي عنده أي سؤال ما يستحيش، يعني اللي عنده سؤال مش فهمه يسأل إن شاء الله. ويطلق على معنى الدلالة، أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزمه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. قال النووي في فيض القدير عند قول السيوطي وبالغت في تحرير التخريج. ما معنى هذا التخريج؟ ما معنى وبالغت في تحرير التخريج؟ العزو إلى المصادر. نعم. يبقى التخريج يا إخوة معنى إيه أو لفظ مشترك؟ لفظ إيه مشترك؟ ما معنى لفظ مشترك؟ يعني له عدة معاني عند المحدثين. طيب كيف نفرق بين هذه المعاني؟ عن طريق الإيه؟ السياق. عن طريق الإيه؟ السياق. فالسياق هو الذي يوضح المعنى المراد. عندما يكون للكلمة أكثر من معنى، الذي يوضح المعنى المراد هو الايه؟ السياق. هو السياق. فمثلا كلمة أمة في القرآن لا أكثر من معنى، إن إبراهيم كان أمة. هل هي معنى إن وجدنا آباءنا على أمة؟ هل يعقل هذا؟ فأمة هنا لها معنى وأمة هنا لا معنى، والذي يوضح المعنى المراد هو الايه؟ السياق. فالتخريج في عند المحدثين له عدة معاني، والذي يوضح المعنى المراد هو السياق. فعندما يقول السيوطي رحمه الله وبالغت في تحرير التخريج، يعني في عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، إلى مصادر السنة. نعم. بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن. الجوامع كصحيح البخاري. صحيح البخاري يسمى الإيه؟ الجامع الصحيح. فالجوامع جمع الإيه؟ جمع الجامع. فالبخاري جامع ومسلم
يسمى أيضا الإيه؟ الجامع الصحيح. طب ما الفرق بين الجامع والسنن؟ إيه الفرق بين الجامع وبين السنن؟ إيه الفرق بين صحيح البخاري وبين سنن أبي داود؟ طب ليش كذا؟ السنن جدا مرتبة على أبواب الفقه. أحسنت. الجوامع يعني فيها الفقه وفيها غير الفقه. يعني الجامع كتب الجوامع يكون فيها الفقه وغير الفقه، يعني فيها السيرة، فيها الجهاد، فيها التفسير، فيها بدء الوحي. أما كتب السنة فهي إيه؟ ترتب الكتاب على أحاديث الفقه، الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، البيوع، الطلاق، النكاح. أما الجامع الصحيح للبخاري يدخل فيه السيرة ويدخل فيه التفسير وغير ذلك من الكتب التي لا توجد في السنن. هذا هو الفرق بين الجامع وبين السنن. تفضل. بمعنى اجتهدت في تهذيب عصر الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد. المسانيد كمسند من؟ مسند الإمام أحمد. يبقى الجوامع كصحيح البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله سمى كتابه الايه؟ الجامع الصحيح. ومسلم سمى كتابه الجامع الصحيح. والسنن كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والصحيح في اسم كتاب الترمذي أنه يسمى الجامع وليس السنن. الصحيح في سنن الترمذي هو اشتهر بهذا الاسم، ولكن الصحيح أن اسمه الايه؟ الجامع. والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وغير ذلك من المسانيد. والمسانيد إخوة هي الكتب التي ترتب الأحاديث على مسانيد الصحابة رضي الله عنه، يعني تجمع مرويات كل صحابي على حدة. فكتب المسانيد هي الكتب التي تجمع مرويات كل صحابي على حدة. يعني عندما أراد الإمام أحمد أن يؤلف المسند عمد إلى أحاديث أبي بكر رضي الله عنه فجمعها كلها في مكان واحد. يعني عندما تريد حديثا من أحاديث أبي بكر رضي الله عنه تعمد إلى كتاب المسند تجد أحاديثه كلها في مكان واحد. في البخاري تجد أحاديث أبي بكر منصورة في الكتاب، يعني تجد له أحاديث في بدء الخلق، وأحاديث آخر في الجهاد، وحديث في الصلاة، وحديث في الصوم، وحديث في الزكاة وهكذا. أما المسند يجمع مرويات كل صحابي على حدة. فلو هب أن أبا هريرة مثلا روى 1000 حديث، فالإمام أحمد يجمع 1000 حديث في مكان واحد ولا يوزعها على الكتاب. هذا معنى المسانيد. يبقى المسند هو الكتاب الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة. يقول مسند أبي بكر، من عنده المسند يرجع إليه، ثم يروي الأحاديث كلها. مسند عمر، ثم يروي أحاديث عمر. مسند عثمان، ثم يروي أحاديث عثمان. مسند أبي علي رضي الله عنه، ثم يذكر مسانيد 10 المبشرين بالجنة. فبدأ بمسانيد الصحابة اللي هم 4 الخلفاء الراشدين، ثم بدأ بعد ذلك بمسانيد 10 وهكذا. تفضل. صاحب المسند يرتب كل أحاديث كل صحابة على أبواب لا لا، يسردها سردا، يسردها ايه؟ سردا. يعني ممكن تجد حديث مثلا في الجهاد بعديه حديث مثلا في السيرة، لا يرتبها على الأبواب الفقهية. واضح؟ فهناك عندنا الجوامع وعندنا المسانيد وعندنا السنن، وعرفنا المشيخات. لابد من معرفة هذه المصطلحات. لا يشترط. لا، هو البخاري شرط على نفسه الصح. ما هو الترمذي جامع أصلا لا يسمى. يعني المخطوطة لو رجعت إلى مخطوطة الترمذي مكتوب عليها الجامع، فهو جامع ومع ذلك فيه الصحيح والضعيف وغير ذلك. ولكن البخاري شرط على نفسه ألا يخرج إلا حديثا إيه؟ صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هو فيه الفقه وغير الفقه، لذلك يسمى الجامع. تفضل. لا، الشيوخ الذين رووا عنه، روى عنهم. يعني انت مثلا ليك مثلا 10 شيوخ،
كل شيخ مثلا رويت عنه 10 أحاديث، عندك مثلا شيخ يبدأ مثلا بحرف الألف إبراهيم مثلا، فتأتي مثلا به في الكتاب وتذكر الأحاديث التي سمعتها منه، مثلا بعد ذلك شيخ مثلا اسمه أي وهكذا ألف به تهتغ ولغيت آخر الحروف اللي جاي، فهذا الكتاب يسمى مشيخة فلان، فإذا رتبه على حروف المعجم سماه إيه؟ معجم شيوخ فلان، واضح؟ فهو يذكر الشيوخ الذين سمع هو منهم، مشايخه فقط يعني. فلا يعرض إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مفرجه، ولا أكتفي بعزمه إلى من ليس من أهله وإنجل كعظماء المفسرين. هذا معنى كلام السيوطي، وبالغت في تحرير التخريج، يعني في عزوه إلى مصادره الأصلية. قلت والمعنى الثالث هو الذي شاع واشتهر بين المحدثين. انظر، يبقى المعنى الثالث هو المعنى الذي استقر عليه العمل الآن، عندما تقول فلان خرج الأحاديث معناه إيه؟ عزاها إلى مصادرها الأصلية، واضح؟ ولكن المعاني الأخرى موجودة عند المحدثين، فلابد أن تعرف هذه المعاني حتى لا يلتبس عليك الأمر. وكثر استعمال هذا اللفظ فيه لا سيما في القرون المتأخرة. قال إيه؟ لا سيما في القرون الإيه؟ المتأخرة. يعني المعنى الثالث هذا هو المعنى الذي استقر عند المتأخرين، أما عند المتقدمين كان التخريج له إيه؟ معاني كثيرة. نعم. لا سيما في القرون المتأخرة بعد أن بدأ العلماء بتخريج الأحاديث المبثوثة في بطون بعض الكتب لحاجة الناس إلى ذلك، وهذا المعنى هو الذي سنبحث فيه أيضا، اللي هو المعنى الإيه؟ الأخير، المعنى الأخير، المعنى الثالث. طيب الآن نريد أن نلخص معاني التخريج عند المحدثين، من يعني يلخص لنا هذه المعاني؟ تفضل. ده المعنى الأول، اذكر مثالا. أحسنت. المعنى الثاني استخراج، اذكر مثالا. كما فعل من الأول، يعني اذكر مثالا على هذا، الحافظ ابن حجر على كتاب الأذكار للنووي، سمى كتابه إيه؟ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. ما معنى التخريج هنا؟ يعني معلش يا أخو، عندما نريد أن نفسر كلمة تخريج هنا، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، هل يمكن أن نفسرها بالمعنى الأول؟ لا. طب هل يمكن أن نفسرها بالمعنى الثالث؟ لا، يبقى المعنى الايه؟ الثاني. لذلك من المهم ان تعرف جميع المعاني، لان عندما مثلا يعني تقرا هذا المصطلح تقول ما معنى التخريج هنا؟ نتائج الافكار في تخريج احاديث الاذكار، ما معنى كلمه تخريج هنا؟ فلا ينطبق عليها الا المعنى الايه؟ الثاني، اللي هو معنى الاستخراج، ان هو يروي هذه الاحاديث باسانيد لنفسه هو. نعم. طب المعنى الثالث؟ او لا يعني نكمل شويه، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية. مثال، تقول هذا الحديث رواه فلان وفلان 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدد المصادر التي روت هذا الحديث. نعم. وبناء على هذا المعنى الثالث يمكننا أن نعرف التخريج اصطلاحا بما يلي. تعريف التخريج اصطلاحا: التخريج هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. طيب أنا أملي عليكم تعريفا يعني قريبا من هذا، ولكنه إيه؟ أفضل وأولى. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها مع بيان مرتبة الحديث غالبا. تاني، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت
فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها مع بيان مرتبة الحديث غالبا. خلاص يا إخوة أمني مرة ثانية. طيب، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها مع بيان مرتبة الحديث غالبا. واضح؟ طيب، هذا هو المعنى الثالث، وهو المعنى الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. والعزو معناه النسبة والإحالة، العزو معناه النسبة والإحالة، يعني أنت نسبت هذا الحديث إلى المصدر الفلاني، فهذا معنى العزو. فعزوت هذا الحديث، نسبته وأحلته إلى المصدر الفلاني. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. المصادر الأصلية يا إخوة هي المصادر التي روت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد. يبقى المصادر الأصلية هي الكتب التي روت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد. فكل حديث روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد يسمى مصدرا إيه؟ أصليا. طيب، إذا لم يروي الحديث بالإسناد، إذا لم يروي الحديث بالإسناد، هل يسمى مصدرا أصليا؟ لا. يبقى شرط في المصدر الأصلي أن يروي الحديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم، هل بلوغ المرام يكون مصدرا أصليا؟ طيب، كتاب رياض الصالحين مصدر أصلي؟ لا. طيب، سنن النسائي مصدر أصلي ولا فرعي؟ لماذا؟ لأنه روت الأحاديث بالأسانيد. فالكتاب أو المصدر الأصلي هو الكتاب الذي يروي الأحاديث بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن له إسناد، فهذا المصدر لا يكون مصدرا أصليا، بل يكون إيه؟ يعني مصدرا فرعيا. فبلوغ المرام لا يعد مصدرا إيه؟ أصليا، وكتاب رياض الصالحين. لذلك من الخطأ أن تقول أخرجه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. طيب، لو واحد قال أخرجه النووي في كتاب رياض الصالحين، هل هذا يصح أم لا؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه ليس له إيه؟ إسناد. فمن الخطأ، وهذا يقع فيه بعض الناس، يقول هذا الحديث رواه ابن حجر في بلوغ المرام، أو أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام، أو أخرجه النووي في رياض الصالحين، أو أخرجه النووي في كتاب الأذكار. لا، لا، يعني لا يجوز أن تعزو حديثا إلى كتاب إلا إذا روى هذا الحديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المصدر الأصلي هو المصدر الذي روى الأحاديث بالإيه؟ بالإسناد. فإن لم يروي الحديث بالإسناد لا يكون مصدرا إيه؟ أصليا. واضح يا إخوة؟ فلذلك نحن نعزو إلى كتب السنن التي روت الحديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة. فإن تعذرت، متى يتعذر الوصول إلى المصدر الأصلي؟ يعني أحيانا يكون هذا المصدر الأصلي مفقودا أو لم يطبع إلى الآن. وضربت لنا ضربت مثالا في أول الدرس بكتاب إيه؟ صحيح ابن خزيمة، أو كتاب سنن النسائي الكبرى. النسائي رحمه الله له كتابان، كتاب سنن النسائي الصغرى ويسمى المجتبى، وهذا الكتاب مطبوع، وله كتاب آخر وهو كتاب سنن النسائي الكبرى. ظل هذا الكتاب راضحا من الزمن لم يطبع، كان مخطوطا فلم يكن متاحا ولا يعني في متناول الأيدي، كان مخطوطا. والكتاب المخطوط هو الكتاب الذي كتب بخط اليد ولم يطبع، هذا يسمى إيه؟ مخطوطا. لأن العلماء القدامى كانوا يكتبون الكتب بالإيه؟ باليد، فهذا يسمى إيه؟ مخطوطا. أما بعد الطباعة فيسمى إيه؟ كتابا يعني. فسنن النسائي الكبرى هذا ظل يعني رضحا من الزمن لم يطبع،
فكان مخطوطا. لكن الحافظ المزي رحمه الله نقل لنا هذا الكتاب في كتاب تحفة الأشراف. يعني الحافظ المزي رحمه الله له كتاب اسمه ايه؟ تحفة الأشراف، وسيأتي معنا إن شاء الله. هذا الكتاب الحافظ المزي رحمه الله نقل كتاب أو سنن النساء الكبرى كاملة في هذا الكتاب. يبقى الذي فقد هو الكتاب الايه؟ الأصلي، والموجود هو الكتاب الايه؟ الفرعي. طيب عندما يتعذر الكتاب الأصلي، عندما يتعذر الكتاب الأصلي ننتقل إلى الكتاب الايه؟ الفرعي المسند. فكان الباحثون عندما يريدون أن يخرجوا حديثا من السنن الكبرى يقولون ايه؟ يقولون أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب كذا، انظر تحفة الأشراف، ويدخل المجلد والصفحة. ليه؟ لأنه تعذر الوصول إلى الكتاب الايه؟ الأصلي، لأنه مفقود أصلا، يعني مخطوط، الكتاب مخطوط ليس في متناول الجميع، أو أن هذا الكتاب فقد. هناك كتب كثيرة ضاعت في حروب التتار وفي غيرها، فهناك كتب كثيرة من كتب المسلمين ضاعت وفقدت، لكن الله عز وجل قيض لنا علماء نقلوا هذه الكتب في مؤلفات أخرى لغرض من الأغراض. هو أخذ سنن النساء الكبرى ورتب هذا الكتاب على الأطراف، فنقل هذا الكتاب كله في كتابه هو. فشاء الله عز وجل أن يبقى هذا الكتاب، أن يبقى هذا الكتاب مدة من الزمن لم يطبع. فعندما نريد أن نعزو حديثا إلى سنن النساء تقول إيه؟ أخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر إيه؟ تحفة الأشراف. لأن المزي رحمه الله نقل الكتاب كله بالإسناد، يعني يكتب مثلا إيه؟ نون النسائي، ثم يقول حدثنا فلان سند النسائي عن فلان عن فلان، ويذكر الإيه؟ الإسناد كله. انظر إلى هذه الهمة، نقل سنن النساء الكبرى كلها في كتابه. فعندما تعذر الوصول إلى الكتاب الأصلي ننتقل إلى الكتاب الإيه؟ الفرعي المسند. لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد، المسند. واضح يا أخوة؟ يبقى الآن عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. فإن تعذرت لماذا تتعذر؟ إما أن يكون الكتاب إيه؟ مخطوطا، يعني لم يطبع إلى الآن، أو مفقودا. في هذه الحالة نلجأ إلى المصدر الفرعي المسند. فالمزي رحمه الله نقل كتاب سنن النساء الكبرى بالإسناد في تحفة الأشراف. في هذه الحالة إن فقدت الكتاب الأصلي تنتقل إلى الكتاب الفرعي وتقول أخرجه أو أخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف، وتذكر المجلد والصفحة. واضح يا إخوة؟ لا، سوى نقل الكتب الستة كلها. لا، نقل المزي رحمه الله نقل الكتب الستة كلها يا اخو، في تحفة، كتبها بخط يدي بالإسناد والمتن، وسماه تحفة الأشراف. نعم، في معرفة الأطراف، كتاب الحافظ المزي رحمه الله نقل الكتب الستة، ونقل الملحقات الكتب الستة أيضا، يعني الشمائل للترمذي نقلها، الأدب المفرد نقلها، ونقل مثلا كتاب كتب كثيرة، يعني كتب كثيرة، لكن الأصل الكتب الستة نقلها كلها في كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. أيضا من الكتب التي ضاعت، يعني سنن النساء الكبرى كان إيه؟ مخطوطا، يعني ما ضاعش لكنه لم يطبع. طب هناك كتب ضاعت كصحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة ضاع منه جزء كبير، ولم يطبع منه إلا ربع الكتاب اللي هو إيه؟ اللي هو خاص بكتاب العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. طيب هذا الكتاب كان موجودا عند الحافظ ابن حجر، كان إيه؟ موجودا عند الحافظ ابن حجر، فيبدو أنه ضاع بعد الإيه؟ بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح يا إخوة؟ يعني هذا الكتاب كان عند الحافظ ابن حجر، يعني يبدو أنه ضاع جزء منه بعد الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر له كتاب أيضا يسمى المطالب العالية، نقل فيه صحيح ابن خزيمة، يعني انظر إلى لطف الله عز وجل. فنقل لنا
كتبا ضاعت من صحيح ابن خزيمة، فعندما تريد أن تعزو حديثا إلى صحيح ابن خزيمة هو ليس موجودا في المطبوع، تقول إيه رواه ابن خزيمة في صحيحه، انظر إيه المطالب العالية. يبقى هذا تعذر المصدر الأصلي فانتقلت إلى المصدر الفرعي، بس شريطة أن يكون المصدر الفرعي إيه مسندا. أحسنتم يا إخوة، شريطة أن يكون المصدر الفرعي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر أيضا نقل كتاب صحيح ابن خزيمة في كتاب المطالب العالية، انظروا إلى هذه الهمة، يعني أما يجلس يعني ينقل الكتاب بيده. لو صوت مدى الإخوة طب قليلوا شوي الصوت مدى يكو يا إخوة ولا طيب قفلوا شوي طيب إلا قفلوا خالص. يبقى عندما لا تجد الحديث في المصدر الأصلي تنتقل إلى المصدر الإيه الفرعي، شريطة أن يكون المصدر الفرعي مسندا. واضح يا إخوة؟ فعندما الآن أنت مثلا يعني عندك رسالة جامعية، مثلا بتحضر مثلا رسالة جامعية وبتخرج الأحاديث التي عندك في الرسالة، عندما تفقد المصدر الأصلي تنتقل إلى المصدر الإيه الفرعي، وتقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، انظر المطالب العالية، أخرجه النسائي في الكبرى، انظر تحفة الأشراف، وتكتب الإيه المجلد والصفحة، يعني الجزء والصفحة. واضح؟ يبقى التعريف عزو الحديث إلى مصادره الأصلية أكمل، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها. فالأمر الثاني اللي أنت تفقد المصدر الأصلي والمصدر الفرعي، ولا يبقى أمامك إلا الكتب التي نقلت عن هذه الكتب شريطة الإيه الإسناد. فعندما تقرأ مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يذكر إيه، يقول مثلا هذا الحديث، عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام يقول رواه ابن مندة في كتاب السنة، ويذكر إسناده إلى إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل قابلك هذا من قبل؟ عندما تقرأ في فتح الباري مثلا الحافظ ابن حجر أحيانا يقول أخرجه مثلا ابن المنذر في التفسير، ويسوق لك الإسناد، أليس كذلك؟ فهذا الكتاب هو كتاب فتح الباري، كتاب إيه فرعي، نقل لك هذا الأثر بالإسناد، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقول رواه ابن المنذر في التفسير، انظر فتح الباري، وتكتب الجزء والإيه الصفحة. فهنا تعذر المصدر الأصلي والمصدر الإيه الفرعي، فيبقى أن تعزو إلى الكتب التي نقلت عن هذه الكتب بالأسانيد. وهذا كثيرا في كتب شيخ الإسلام، وفي كتب ابن القيم، وفي كتب ابن الجوزي، يسوق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ساق الحافظ ابن حجر الإسناد، فهنا في هذه الحالة يصح لك أن تعزو إلى هذا الكتاب، وتقول انظر فتح الباري، وتكتب المجلد والجزء. يبقى عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها. يعني هذا الكتاب اللي هو الأخير ليس مسندا في الأصل، ولكن أحيانا يذكر الإيه الإسناد، فإذا ذكر الإسناد فيصح أن تعزو إلى هذا الكتاب لأنه ذكر الإسناد، مع بيان مرتبة الحديث غالبا، يعني مع الحكم على هذا الحديث صحة وإيه وضعفا، لابد من الحكم على هذا الحديث، لكنه ليس بشرط في التخريج، يعني يمكن أن تخرج الحديث ولا تحكم عليه صحة ولا ضعفا، لكن الغالب أنك تحكم على هذا الحديث، تقول مثلا صحيح ضعيف أو منقطع أو منكر أو شاذ أو موضوع، مع بيان مرتبة الحديث غالبا. واضح يا أخوة التعريف؟ نعم. يعني الحكم على الحديث، تقول مثلا في أول العزو صحيح أخرجه فلان وفلان 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 وفلان، فأنت بتبين حكمك. طبعا الحكم يكتب في البداية، ولكن أنت تصل إليه في النهاية، يعني الحكم هذا لا تصل إليه إلا بعد تخريج هذا الحديث، بتجمع الطرق ثم تحكم على الرواة،
ويظهر لك أنه صحيح أو ضعيف، تبين الحكم وتقول روى فلان وفلان وتذكر المصادر التي روت هذا الحديث. هذا يسمى إيه؟ تخريجا. وهذا هو المعنى الذي استقر عليه العمل الآن. لا يشترط في التخريج أن يحكم على الأحاديث، يعني قد يسمى عمله هذا تخريجا بدون أن يحكم على الأحاديث. فضل. شرح التعريف. المراد بالدلالة على موضع الحديث ذكر المؤلفات التي يوجد فيها ذلك الحديث كقولنا مثلا بس نضيف كلمة اللي هو إيه؟ أن التي يوجد فيها ذلك الحديث مسندا. لابد أن إيه؟ بهذا القيد، لأن القيد ده مهم، التي يوجد فيها ذلك الحديث مسندا كقولنا مثلا أخرجه البخاري في صحيحه أو أخرجه الطبراني في معجمه أو أخرجه الطبراني في تفسيره ونحو ذلك من العبارات. طيب إذا لم يكن الكتاب مسندا نقول ماذا إخوة؟ يعني هذا الكتاب مثلا هذا الحديث لم تجد له مصدرا إلا كتاب الأثقال للنووي، نقول أخرجه النووي ولا نقول ماذا؟ ذكره. نعم، طالما أنه لم يذكر له إسنادا تقول إيه؟ ذكره. من الخطأ أن تقول أخرجه النووي في كتاب الأذكار. كثير من الباحثين يقول أخرجه النووي في كتاب رياض الصالحين، فالنووي رحمه الله في رياض الصالحين لا يذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تعزو إلى رياض الصالحين تقول إيه؟ ذكره النووي في رياض الصالحين، أو أورده النووي في رياض الصالحين، ولا تقول أخرجه إلا إذا رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده سنك مثلا النووي كان ضعيف مثلا الحديث ولا هو كان يروي لا يروي بالإسناد. لا يعني ما هو كنت الأذكار دلوقتي والحركة رياض الصالحين، يعني ليه هو ما كانش ماشي بنهج العلماء في إن هم لا هو أصلا يعني الرواية انقطعت في بداية القرن الثالث، الرواية انقطعت، فبعض العلماء كان أحيانا يعني مثلا يروي الأحاديث بالأسانيد إبقاء فقط لفضيلة الإسناد يعني، ولكن الرواية انقطعت يعني. يعني هل إسناد الحافظ بن حجر مثلا إلى كتاب الأذكار هل يؤثر في صحة الحديث؟ لا، والحديث الآن في البخاري، عندما يرويه الحافظ بن حجر بإسناده هل يؤثر في صحة الحديث أو في ضعف الحديث؟ لا. يعني مثلا حديث في البخاري والحافظ بن حجر رواه بإسناده وفي إسناده إلى البخاري واحد ضعيف، هل الضعيف هذا يؤثر في صحة الحديث؟ هل؟ لا لا يؤثر، إن الحديث أصلا ثابت اللي هو رواه البخاري ومن أول البخاري إلى الصحابي. من باب الاختصار من باب الاختصار نعم، من باب الاختصار هو أحيانا ينبه على هذا في المقدمة. فلا يجوز لك أن تقول أخرجه النووي في رياض الصالحين أو أخرجه النووي في كتاب الأذكار طالما أنه لم يذكر الإيه؟ الإسناد. تقول مثلا ذكره النووي أو أورده النووي. واضح يا إخوة؟ فعندما هذا يعني مهم، لأن بعض الناس يقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، فهذا يدل أنه لم يدرس إيه؟ علم التخريج يعني. نعم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. طيب يا إخوة.